I drive you home, huh? She's all yours. I'll beat as it is. هو المسدس اللي بروح هذا كيف نقتل على التو؟ المسدس اللي بروح هذا كيف نقتل التو؟ شت! لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ودير لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. واخيرا اصدرت سايبر بانك اللي تأجلت اكثر من 7 أو 8 سنين. على طول نسمع وعود من الشركة المنتجة للعبة وانها حتكون اقوى لعبة واحسن جرافيك واحسن شيء لجيل جديد وما الى ذلك. والكل كان يتكهن ان التأجيل تم عشان تصدر مع جيل جديد، ولكن للأسف هذا أسوأ اطلاق شفته في حياتي، لدرجة اني تمت نشوف يوبي سوفت مبدعين. عموما بنحكي على شوي حاجات قبل ما نشوف الجيم بلاي، خصوصا انا من مستخدمين البي سي وشغلت اللعبة على البي سي. اول حاجة اللي بنقول لك عليها، ما تصدقش اي حد يقول لك اللعبة تخدم ال HDD عادي. هي فعليا حتشتغل على الهارد العادي او ال HDD، ولكن حيصير في مشكلة عندها تسمى بالبابلز. البابلز باختصار هو عدم رندرة الأجسام بشكل كامل، وللأسف عندنا ناس مفتحين واجد برغم ان الشركة كاتبة انك ريكومندنت انك لازم تستخدم الـ SSD ما تستخدمش الـ HDD، ولكن مع ذلك يطلع لك واحد فلوطة يقول لك لا الـ HD تشتغل عليه 100%. لا، والمشكلة ان شكا في نفس الفيديو من مشكلة البابلز اللي حكيت عنها الشركة انك حتواجهها لو استخدمت الـ HDD. عموما اللعبة مش بس المشكلة هذه فيها مشاكل واجد وجلتشات، واصلا باش اشتغلت تعبتني. تحسن وضع شوي بعد تحديث انفيديا الخاص بسايبر بانك، وفعليا نزل باعلان سايبر بانك. اما مستخدمين AMD فما زالوا يعانوا من نفس المشكلة، ما زالت في جلتشات وفي ان اللعبة تكرش وما تشتغلش من البداية. ثاني شيء اللي بنحكي عليه الاطلاق كان فاشل جدا. للأسف اللعبة مش هتشتغل لا على بلايستيشن 4 ولا على اكس بوكس العادي. تقريبا الجهازين يشغلن فيه على 15 فريم. كيف تلعب لعبة على 15 فريم؟ فأكيد مش هتقدر تلعب. واعتذرت الشركة وقالت ديري ريفاندت للفلوس، وانتوا عارفين ان سوني ما تردش في الالعاب. ممكن اكس بوكس عادي تقدر ترجع اللعبة، تقدر تاخذ فلوسك، ما فيش موضوع. الناس اللي تستخدم في ستيم يقدروا يردوا فلوسهم خلال 14 يوم لو ما استخدمش ساعتين من اللعبة، ولكن كلنا عارفين ان سوني مستحيل يدلك ريفاندت للفلوس. في اعتقادي لو انهم اجلوا مرة اخرى زيادة ونزلوهم على البلايستيشن 5 بالمرة كان احسن. ومع ذلك اللعبة مش هتشتغل 100% مع البلايستيشن 5 ومع الاكس بوكس سيريس اكس. هم حكوا ان حيخفضوا عدد التفاعلات اللي في الشارع، سواء السيارات او الناس اللي مارين، القصص اللي في الشارع، الامور اللي تخطم عليهم في الشارع. ولو اني انا شايف اللعبه مش اضخم من ردد حجمها كبير جدا وكميه السيناريوهات كبيره، ومع ذلك ما عندناش من المشاكل هذه معها. بينما سايبر بانك ما جيش في نص حجم ردد ريدمشن. اخر شيء سلبي اني بنحكي عليه في اللعبه، نحس ان محرك اللعبه قديم، سواء القتال، سواء الناس لما تموت وتطيح، تفاعل الاجسام الفيزيائية متاعت السيارة، ما حسيتش ان هذا جيل جديد، حسيته كأنها لعبة قديمة. وفعليا اللعبة خليط ما بين لعبتين، ما بين واتش دوغ وما بين GTA. الشيء الجميل اللي استمتعت به بصراحة ألوان اللعبة والجرافيك، خصوصا على 4K. أنا شغلت اللعبة على ألترا سيتينج على 4K، بصراحة استمتعت بالجرافيك واستمتعت بأجواء المدينة. تطبيق الريت ريسنج والDLSS كان كويس. اعتقادي الDLSS يحتاج شوي تحسين، ولكن ماشي الحال في الوقت الحالي جيد وتقدر تعتمد عليه، فإني حسن لك الأداء شوي. نصيحة أخيرة، أنا ما ننصحكش تشري سايبر بانك إلا لو كان عندك بي سي قوي حتستمتع بيها، أما لو كان بلايستيشن 4 أو بلايستيشن 5 فأنا ما ننصحكش بالموضوع. ولو أن الشركة حكت على أن في تحديثين جديد حينزل بداية السنة الجديدة، تحديثين كبار حيحسنن اللعبة بشكل كبير جدا، فالأفضل أنك ترجع للعبة تكون مستقرة وأوبتمايزد بشكل كامل، سواء مع أجهزة الكونسول أو البي سي، عشان اللعبة تشتغل بشكل كامل وما تخربش تجربتك للعبة. طبعا انا مفروض اني تمام خذيت الكاركتر يدربوا فيه توا على الهاكر وعلى الاساسيات تاعت اللعبه. تشتيت الاعداء، نفذ جاري الاختراق. اوكي، هو يبي نقتل هذا ستيلث بس. استأجرت، ليش استأجرت؟ ماشي.
track the guard. Corpo trash. Style over substance. Good. Now take him out quietly. All right, all yours. Take him out. ماشي. Never smart to leave behind any trace of your. طبعا اللعبة انا قبل شغلتها ضبطت فيها الايم، حاولت نشغل الايم اسيست ما صار شيء. فيها مشاكل واجد بالاساس من اول ما حملت اللعبة نعرف مشاكل. الى ان نزل تحديث الانفيديا حسن الموضوع شوي، بس ما زال فيها جلتشز ومشاكل. نحس ان محرك اللعبة قديم. هي خليط ما بين واتش دوغ وجراند. وانا كاتب الالتقاط الاجزاء الاجسام. ندير فيه هنا. مفيش. مشاكلها كانت مقلتشة، هي نفس الفكرة اللي درتها ناتا، هو هي نفس الموضوع. تمام. في بطء غريب بك في اللعبة. اوكي. Now try to take him down in one slick move. تم تحديث المهمة، تدريب محقق المثالية. تسمح لك حيل الاختراق السريع الأكثر تقدما باستخدام البيئة والأعداء لصالحك. خمسة وخمسين. ماشي. بعد 55 نخرة. اوكي. تمام. بعد 55 نخرة. اي دي. بعد 55. See, just needed to shut your brain down and follow orders in true Militech fashion. Not too shabby. Militech's algorithms put you on a decent run. Got additional modules if you want to hone any other skills. Before you finish up, Delta out now. But remember. Oh, still. تسلل. Right. So first, let's shape up those stealth skills. ممل الموضوع هيك، المفروض المهارات نكسبها اثناء اللعبة، اثناء الجيم بلاي. نتعلم. مش عارف كيف درتها، ما تسألنيش كيف درتها، بس لأنه الموضوع ممل ومتعب هيك. مشاكل وتعب، أنا اللعبة أصلاً ما قبل ولعتها. بطلوا الروح. Okay.
Now show me what you've learned. هو المسدس اللي بروح هذا كيف نقتل عاد تو؟ المسدس اللي بروح هذا كيف نقتل تو؟ شت! هو المشكلة تو طلع تو يعني؟ أحي! شفت الحال كان احكي لكم عليها المشي هذه والحاجات اللي قدامك كل اللي تحس انه مش الجيل الجديد يعني الحركة غريبة الام اسس يا ابن الكلب فاك ذا بيتش Shit. Oh my god. Oh my god. Shit. العودة لنقطة الحفل. Okay. Sandra Dorset's protected under Echelon 2 Corporal Immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Typical back alley fix-ups. Not our lucky gal. Let's keep looking. هو في حاجة شكلنا خذيناها من عند الجثة بدري. Quietly.
لازم تبقى sensors. Looks like you got them. You're clear to go. Shit, where the hell's our target? Look around. Gotta be there somewhere. Jesus fucking Christ. Shit. Think I got her. Got our target. We make it? She alive? About to find out. V, jack into our biomon. Need to know. Oh, this does not look good. Jacking in. Sandra Dorset, NC5. Platinum. Guessing they jammed. Looking at a... Got it. Got an idea. Found the shard. Removing now. Check the biomon. Anything changed? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evac... Fuck. Flatlined. V, need to know what's going on. Jackie, air hypo. Fuck, this is bad. Engage, vato! I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. Fuera, get her out. Terrace. Caution. Place the patient on the ground. Five steps back. Now. TT-133 to control. Patient NC-570442 secured. Stimulus being administered. 70 milligrams dopamine.
110 for epinephrine, 800 for prednisone. Show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, Mano, I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. Beat as it is. كويس. يخش من ورا الباب هذا. مش موضوع. Tell her the job's done. She's alive and well. That's what we agreed, isn't it? Splendid. Your payment awaits you. Ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Words out, the NCPD is gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in fifth. Leave it to me, Mano. I'm driving. ماشي. I'm driving. I'm driving. ما عنديش مشكلة معك أسيل. للآن مرتش جرافيك وتأجر عليه 8 سنين ولا 7 سنين. يعني تطبيق جيد للري تريسينج أنا معك ما عنديش مشكلة كويس. ولكن مش أفضل من ردد في تطبيق الري تريسينج. يعني تعال شوف ردد في المدينة مثلا سانتي دينيس ولا فالنتاين. فهمتني؟ شوف المدينة في الليل كيف شكلها. فهمت؟ إنه هيك غير إن الإطلاق سيء في حد ذاته. إطلاق اللعبة سيء جدا. مشاكل وقصص. أنا نلعب فيه على البي سي والحمد لله نلعب فيه على البي سي لأن نسخة البي سي هي النسخة الأقل مشاكل. في الأول كان في مشاكل أكثر منك ولكن بعد بتحديث التعريف من إنفيديا فتغير الوضع بصراحة. لأن التحديث نزل مخصوص أصلا السايبر بانك. فتحسن الوضع كويس. مش ما فيش مشكله فيه. بلايبل مش احسن حاجه ولكن تقدر تلعب. بس ما مرتش الجرافيك اللي يحكوا عليه خطير جدا وعالم اللعبه الكبير شايف الموضوع عادي جدا. بالمناسبه حتى الشركه صرحت ان عدد المركبات في الشارع والتفاعل حيكون مع الجيل القديم اقل وحيكون اعلى مع الجيل الجديد. يعني حيكون عدد سيارات اكبر في الشارع والتفاعل معهم والحياه في الشارع بروحها تكون أكبر مع جيل جديد. أما بالنسبة للكمبيوتر فحيكون الموضوع أفضل بمراحل. هذا تصريح الشركة في الاعتذار الأخير لإدارتها. بس
ولكن اللي انا شايفه بصراحه اللعبه ما زالت ناقصه واجد. صار مشاكل اول اطلاق ريد ديد، ولكن الشركه تلافت الموضوع وحلتها بسرعه، ومع ذلك ما كانش هذول المشاكل اللي ممكن تحكي عليهم. يعني ممكن كان المشاكل اكثر مع الناس اللي يستخدموا في كروت AMD، نحكي على البي سي انا. اما بالنسبه للبلاي ستيشن والاكس بوكس فكانت تشتغل 100% فيهاش مشاكل بالكامل من اول الاطلاق. المشاكل واجهوا الناس اللي يلعبوا بالبي سي لان مش اوبتمايزد الموضوع على البي سي. وهنا نحكي خرب الذات اللي عانوا مع الموضوع اكثر شوي هم جماعه AMD او الناس اللي تستخدم في كروت AMD. ولكن انا شايف ان هذا مش اطلاق، يعتبر سيء جدا، اسوأ اطلاق شفته في حياتي. انتوا خليتوا يوبي سوفت من احسن الشركات مقارنه بكم. للعلم انا نلعب على 4K الترا جرافيك ومشغل DLSS وري تريسنج. ناهيك ان حتى التفاعل وحركة الناس وطريقة حتى الناس اللي في الشارع، يعني لما بتخبط حد او يموت حد او كذا وتحس كأنها لعبة قديمة، مش جديدة، لعبة قديمة، مش لعبة بلاي ستيشن 5 او اكس بوكس سيريس اكس. يعني كيف ما قلت لكم، يخليط ما بين واتش دوغ وما بين جراند. من ناحية السواقة هي اقرب للجراند بصراحة. السواقة في اللعبة مش سيئة، قريبة واجب من جراند، أسلس شوي ممكن من جراند في القيادة. Fantastic, Vic. Oh, beautiful. Time for the scanner. It might take you a few seconds to adjust, but first time's rarely the charm. Within city is on the rise. Now that's probably not news to you, but this issue matters to me for a few reasons. There are people who say cyberpsychosis can be treated. Right. And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy is still better than a bullet to the brain. So then what? And I know exactly how that sounds, but I believe even an unproven therapy. Oh.
Yo, Mr. V, a pleasure. Dexter Deshawn in the flesh. Ample indeed. أنا هيك انتهيت. السلام عليكم.